السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، الاحوال طيبه، العائله، الحباب. نتمنى الفيديو ديالي بحال ديما يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد. اليوم غادي نصور معكم خبيزه بالزبيب والكوك، ساهلين بساطين اقتصاديين، مقادير كاينه في كل دار. يلا معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. يلا معايا. المقادير ديالنا غادي نحتاجو 250 غرام ديال السميده ديال البسبوسه، سميده رقيقه، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال جوز الهند اولا الكوك، نص كاس ديال السكر سنيده، جوج معالق كبارين ديال الزبيب اولا العنب المجفف، هنا واحد الكميه ديال الكاوكاو ايفيلي، تقدروا تستعملوا اللوز ايفيلي، واحد دانون ديال الفانيلا، بيضه وقبصه ديال الملح، واحد ساشي ديال الفانيلا، و8 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. انا عندي 7 غرام، غادي نستعمل وحده وشويه من الثانيه. هادو هما المقادير اللي عندنا. دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه بحال ديما نخلطوا النواشف، هما اللواله، بعد ما جمعت الخليط كامل كيف ما شفتوا جميع المقادير درتهم مع بعضياتهم، كتجمع هي غير بالزيت وبداك الحك ديال دانون الفاني. غادي نخليوها جانبا واحد 10 دقائق باش تشرب لنا الكوك والسميده. هنايا بالنسبه لي غادي نفندو فيه، بغيتو ديروا الكوك بحال هكا وتخلطوا فيه شويه ديال الرقائق بحال هكا وتفندو فيهم، ما بغيتوش تقدروا تفندوها في الكوك بوحديتو وتعاودوا تفندوها في الرقائق بوحديتهم، كيبقى اختياري نتوما كيفاش بغيتو ديروها. دابا نتسناو 10 دقائق على ما تشرب لينا العجينه ديالنا ونطلقاو. 10 ديال الدقائق كيف ما كتشوفوا راه كتبان تشربات واحد شويه، كنصوبو كويرات كيف ما قلت لكم بحال هكا في الحجم اللي نتوما بغيتو. بغيتو دوزوهم هنا هو الاول، عاد دوزوهم في الكوك بحال هكا ونديروهم في اللاطه ديالنا ونكملو بنفس الطريقه.
من بعد ما عمرت لاطا ديالي كيف ما كتشوفوا، بطبيعه الحال ديما كنقول لكم الشكل او لا الحجم ديالهم كيبقى اختياري نتوما وشنو بغيتوا، واش صغارين ولا كبارين. دابا غادي ندخلهم الفران اللي سبق لي شعلته من قبل. بالنسبه للفران كهربائي 180 درجه، اولا تسخنوه مزيان عاد باش تدخلوهم تكون العافيه فوق منهم باش يتشققوا لينا، ومن بعد نردوا العافيه من التحت باش يطيبوا لينا ونتلاقاو في الشكل النهائي. هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا بالزبيب وبالكوك، صراحه كيجيو ساهلين بساطين اقتصاديين، وكيف ما كيبان لكم كيجيو في شكل رائعين وراقيين، والمذاق بطبيعه الحال زوين. وباش تدخلوا الزبيب لوليداتكم بهذه الطريقه هذه باش ياكلوها، تقدروا توجدوهم الكوتي اولا الفطور، صراحه كيجيو غزالين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. راكم شفتوا الطريقه سهله وبسيطه وغير بنص كاس من كل حاجه، يعني ما فيهمش شي مقادير اللي كتارين اللي ما متوفرينش في كل دار. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وخديتوا فكره جديده لتوجدوها كغوتي او فطور لكم لوليداتكم الضيوف ديالكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، ما تنساونيش ملي لايك ولي كومونتير. الناس اللي ما ابونيش في لاشين ما ينساوش يضغطوا على زر ابوني اللي كاين تحت لا فيديو ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد في اللحظه اللي كننزلوا فيها. وما تنساوش عندي انستغرام اللي كنخليه لكم دائما هنايا وفي صندوق الوصف، هو والمقادير مضبوطين كيف ما عودتكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، تهلاو في راسكم.